لا بعد ما أمريكا. طبعا العلاقات الروسية الأمريكية تؤثر على السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، ليست فقط بالنسبة لإيران. ولكن أنا أشير أن قضية صواريخ سي 300 القضية غامضة لحتى اليوم. أنا استشرت مع وزارة الدفاع رجال من عسكر، مع الوزارة الخارجية، وأنا ما وجدت هناك تأكيدات أنه كانت هناك صفقة لا 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 للبيع. سيد ماسازوف، أنت في أحد برامج الجزيرة، في برنامج وراء الخبر في فبراير من هذا العام، قلت أنه يعني هنالك خشة من روسيا لأن هذه الصواريخ حساسة جدا، ولذلك تخشى موسكو من تسليمها إلى طهران. تفضل كمل. وطبعا هذا نقطة حساسة جدا، وهي طبعا إذا خطورة تتعلق برأيي أنا شخصي، إذا تتعلق خطورة الحرب أو ضرب العسكري إسرائيلي مثلا على الإيران، روسيا تزود إيران بسلاح الدفاعي، لأن ليست لمصلحة الروسية استراتيجيا أن يضربوا أي ويدمروا إيران كدولة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط. روسيا تساعد في شرط إذا تتعرض إيران بالخطورة الضرب العسكري الشديد، روسيا تساعده، لأن روسيا ضد عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط. روسيا مع استقرار، مع استقرار، مع علاقات سياسية ودبلوماسية مع إيران ومع المفاوضات، وهي في نفس الوقت مع مبدأ عدم انتشار السلاح النووي. روسيا متعاهدة في هذه النقطة بالذات، نحن مع الغرب، مع الولايات المتحدة، مع بريطانيا. ولكن إذا أهداف سياسية تسيطر على أهداف التكنولوجية من قبل الغرب، روسيا تفترق معهم. برأيي أنا لا يوجد أي شيء مشترك بين روسيا والغرب إذا يجري حديث النظام السياسي في إيران. روسيا لا تشارك في تغيير النظام السياسي في إيران تحت أي مبرر. هذا هو برنامج أمريكي من عام 1998 على زمن الرئيس السابق كلينتون. سير ريتشارد دالتون شارك بهذا الكلام. روسيا ستقف ضد أي عمل تقوم به إسرائيل، سواء بتشجيع أو غير تشجيع غربي، في حال يعني يبدو السيناريو أن في حال وصول إلى طريق مسدود، عدم اتخاذ مجلس الأمن قرار بفرض عقوبات، أو إذا كانت هنالك عقوبات من جانب دول معينة مثل بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة ضد إيران، يعني إسرائيل ربما قامت بعدوان على المنشآت النووية الإيرانية. هناك الكثير من الأمور ينبغي قولها. أولا، الفكرة بأن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة هي تعمل فقط بشأن هذه المسألة المتعلقة ببرنامج إيران النووي بسبب ضغوط إسرائيلية، هذا أمر سخيف، وهو بدرجة السخافة كالفكرة التي نسمعها غالبا من إيران بأن بريطانيا وراء كل شيء خطأ يسير في إيران. ثانيا، أنا أتفق وأقر بأنه ليس هناك دعوة لفرض عقوبات الآن. ثالثا، سوف يكون من الخطأ لأي دولة كانت أن تهاجم إيران ما لم تكن إيران تهديدا عسكريا وشيكا لأي دولة، وفي الحاضر هذا التهديد ليس قائما. مشاهدي الكرام، لم يبق لي إلا أن أشكر ضيوف حلقة اليوم، سير ريتشارد دولتون السفير البريطاني السابق في إيران، كما نشكر السيد حميد غول شريفي الكاتب في الشؤون الاستراتيجية الإيرانية، وأخيرا وليس آخرا نشكر في موسكو الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف. مشاهدي الكرام، نهاية برنامج أكثر من رأي، وسامي حداد يستودعكم الله.